أو سحرها وبدأ عالم آخر. نعم، جميل هذا الكلام اللي يعني تفضلت فيه، أن كل أغنية يعني أخذت من روح المكان، يعني شقاوة بيروت وخفتها بالضبط. ومن القاهرة. يعني السؤال اللي ممكن يلح علينا ربما جاء متأخرا، ماذا وجدت في صوت كاظم الساهر؟ يعني دائما يسأل الشاعر من يعني أعطى أغانيك حقها، أكثر صوت أعطى أغانيك حقها. يعني يمكن سئل هذا السؤال الشاعر العربي الكبير نزار قباني، فصنف الأصوات يعني الدفء، نجاة الصغيرة، الرقة. كاظم الساهر كان أيضا نقلة نوعية بالنسبة لقصيدة نزار قباني وفرضها جماهيريا يعني بحب المتلقي. ماذا وجدت في صوت كاظم الساهر؟ أكثر من الصوت دكتورة، أكثر من الصوت كاظم وجدت فيه تمردي اللي أنا مشتاق له. يعني في أجيب لك نماذج، موضوع مثل أغنية مثل هدد كسر حطم دمر والعب على أعصابي، ما أعتقد أعطيها لملحن أو مطرب يقول أنا حغنيها. مثل كثر الحديث اللي بيها حوارات، هي أجمل من كل هي أجمل من شعر كريم أو كاظم في أروع نحلي، والتنقل الانتقال من وزن إلى آخر في مغامرات كثيرة. ها حبيبي يعني فيها هاي، ها حبيبي اللي هي راح للعشرة أعد لك واحد عشرة شو تعال، يمكن عشنا معاها، احنا عشنا مراهقتنا معاكم وايد. يسعدنا طبعا. أستاذي قلت أن كاظم الساهر علمني الرومانسية، بأي معنى؟ أيوة. عبارة لافتة. ليش علمني الرومانسية؟ في الوقت اللي بدت علاقتي مع كاظم تتصاعد، أنا كنت أعيش ظرف عائلي صعب ما يتحمل الرومانسية، وهو كان يدفعني إلى كتابة الرومانسية. كنت أنا جرح عائلي زائدا جرح العراق مسيطر على كتاباتي. هذا انفصالك الأول من الزوجة الأولى يعني؟ بالضبط هو هذا. فكنت ما أقدر أكذب على نفسي، أم ضفاف ومرسى. نعم بالضبط، ما أعرف أكذب على نفسي، صادق مع نفسي. إيش ما يجيني يشوف جديدي كاظم يشوفه حزن، يشوف أنا مهرتي جرحي وسفر عمري رحال، يشوف الأغاني اللي مغرقة بالحزن. فكان يفتح هذه الآفاق بحيث طلعت هذا اللون عليك يجنن، طلعت دلع، طلعت أفرح، طلعت يمدلل لا تدلع، طلع سيل من الأغاني. فهو مش فقط علمني، إنما يقودني إلى أن أتفائل. في ذيك المرحلة إحنا كنا أطباء بعض، شفنا دموع بعض وأسرار بعض، وهذه ما تتاح بسهولة. يعني انبثق الفرح من جو هذا الحزن والعتمة يعني والأسى اللي كنت تعيشه. وأيضا قدمت تنازلات يعني أيضا في تعاطيك مع الفنان حسب مزاجيته، حسب طلبات السوق. يعني للفنان أيضا مزاج خاص. يعني أعتقد أن هذا الفرح وهذه الأغاني الخفيفة اللي ذكرتها يعني واللي فيها بهجة وفرح لا يمكن أن تخرج من تجربة ممكن تتعاني يعني وفي حزن. تسمحي لي أقول لك كيف اتفضل. أنا أخذتها من أي زاوية؟ هو لما شافني أنا أكتب هذا الحزن وأعيش تجربة حزينة عائلية، وقف أمامي ولما طلب مني يشيل هذا الحزن كأنما أعطاني دواء مر، لكن هو أخيرا بيه الشفاء. يعني لما أكتب عن الغزل عن الحب هو هذا علاج، بدليل طلعتها حبيبي، طلعت الأغاني الجميلة هي اللي كانت غذاء مش فقط. راح نرجع من هذه الأغاني إلى نفس المحور أستاذي بعد الفاصل. 90 أغنية مع الفنان الكبير كاظم الساهر، إلى الرسم بالكلمات في ألبومك الأخير، ألبوم الفنان كاظم الساهر. نلتقي بعد قليل. أرجف عليك وين أخذك
سيدي يمكن اعذرني وليعذرني المشاهدون يعني ان احنا كثرنا الحديث، كثر الحديث وما سمعنا شعر. يا ريت نسمع كثر الحديث. يا ريت يعني كيف اذا يكون بصوتك. بروين حبيب المعدة والمقدمة وراء الكاميرا امرأة رائعة، والمخرجة امرأة، والجو كله عطر وشعر. تسلم. كثر الحديث هي لأم النساء وست الكل بالنسبة لي، بالنسبة لي. كثر الحديث عن التي أهواها، كثر الحديث من التي أهواها، ما اسمها، ما عمرها، ما سرها، ما شكلها، شقراء أم سمراء، عيناك أحلى أنت أم عيناها، جل الذي أخشاه أن تتأثري فتماسكي وتهيئي وتحضري، فلغيرة الحلوات فعل الخنجر، فلغيرة النسوان فعل الخنجر، هي أجمل من كل جميلة، أحلى منك وأحلى مني، هي أرشق من كل رشيقة، هي أقرب من قلبي عني، هي أجمل من شعر كريم أو كاظم في أروع لحني. قالوا إنك تسهر معها، طبعا طبعا. قالوا إنك تسكن معها، طبعا طبعا. عيناها بيتي وسريري ووسادة رأسي أضلعها، تمحو كل هموم حياتي لو مسج بيني إصبعها، ضميني يا أحلى امرأة لو صمتت قلبي يسمعها، بغداد وهل خلق الله مثلك في الدنيا أجمعين. سيدي لم تعرف إلا عن طريق حنجرة كاظم الساهر وغناء لقصيدتك، ماذا تفعل بك هذه العبارة عندما تسمعها؟ والله هي ما تأثر كثير بقدر ما أنت نقيس وضع الغناء ووضع الإعلام، لكنه شيء أفخر بي أيضا، لأن الجمهور لا يذكر أحيانا المؤلف يقول هذه أغنية فلان، يعني زيديني عشقا أغنية كاظم الساهر، قد ينسى نزار قباني فعلا، وهذه يعني هل تؤثر، يضايقك مثل هذا الكلام؟ لا أبدا، تعرفي لأنه كاظم مميز ويذكر باعتزاز، فما يمنع، رغم أنه أنا كتبت أغاني قبل ظهور الفنان كاظم الساهر وتعاملت مع الفنان الكبير بليغ حمدي في 4 أغاني. نعم. وعندي أغنية عمرها 37 سنة كتبتها، ثالث أغنية بحياتي وأنا طفل، الآن مشهورة بالوطن العربي كله، اللي هي جنة جنة والله يا وطننا، وهذه اللي أثارت جدل في كل وطن، صح؟ في كل بلد عربي موجودة، انطلقت من 37 سنة، لكنه ظهور كاظم وانتشاره عربيا ومقدرته الكبيرة، فهذا هو مبعث فخر. لكن بالمقابل أنا ما سكت وخليت فقط مجال الأغنية هو طريقي، عندي يمكن شفتي ديوان هنا بغداد، دواوين الأخرى، لكنه يبقى الغناء أسرع انتشارا، وليش لا إذا فنان عريق وجميل. نعم. وجماهيري مثل كاظم الساهر. لماذا نتاجك الفني أغلبه يذهب إلى الفنان كاظم الساهر؟ هل هو ضرب من ضروب الاحتكار الفني؟ لا والله ما في احتكار، ولا للآن ما في عقد مكتوب بيني وبين الفنان كاظم الساهر سوى عقد الصداقة والأخوة. طيب ما أفضل أغنية قدمتها للفنان كاظم الساهر؟ صعب الحكم، صعب أكيد في أغاني قريبة عن نفسي ويمكن حكايتها ما أخذت شهرة كثيرة، مثل قصة حبيبين. هذه قصة واقعية، أنا صديقي وحبيب تعاشوها وعشتها كأنما أنا، لأنه كانت أحاسيسي معهم، كنت من خلال حبهم وعلاقتهم الرائعة أكتب قصائد، فكانت جدا قريبة عن نفسي. كريم أيها الشاعر الجميل، حين وصلتني رائعتك موال الغربة دخلت المطبخ وصنعت شايا أبو الهيل، وجلست مع استكانة الشاي وأمامي بلقيس وشعرها الطويل الذي كان يغطي المآذن والقباب أشجار النخل في حي السفينة والأعظمية، ثم بحثت عن سمك مسقوف لدى البقالين الإنجليز ولكنهم قالوا أنه لا يعرفونه. رسالة من الشاعر الكبير نزار قباني في 1 أكتوبر 1996. كيف بدأت هذه القصة؟ كيف جاءت هذه الرسالة؟ وياريت تقرأ لنا شيء من الرسالة، أنا بدأت بمطلع من الرسالة. أنا الرسالة حافظها. حافظها، طيب يلا نسمعها. هذه رسالة من شاعرنا الكبير نزار قباني، أعتبرها وسام طبعا وبخطة، ولأنه أنا متنقل كل يوم في بلد، ففي كل بلد عاملها برواز ومعي متنقلة النسخة، لأنه بخط. للأسف أنا ما التقيت الشاعر الكبير نزار قباني شخصيا، بس بالتليفون.
حصل الموضوع عندما كنا بالقاهرة. كان كاظم الساهري لحن أغنية زيديني عشقا، وكلم الأستاذ نزار إلى لندن وسمع اللحن، فاستغرب رد فعل الأستاذ نزار، ما كان مرتاح للحن، فوجئ لأنه اللحن شعبي أكثر من اللازم، فكان متعود على ألحان أعماله، قارئة الفنجان، رسالة من تحت الماء، يظنه بسلطنة بقاعة أخرى، لأنه كاظم كلاسيك رجل يعني ماخذ على كاظم، لحنها بروح عصر آخر مختلف، إيقاع آخر، صحيح. إيقاع آخر، فثارت، قال لي يا أستاذ حتى عجبت الشاعر الغنائي كريم العراقي اللي معي، فأنا استغربت إنه أستاذ نزار يعرفني بصراحة، يعني أنا اللي أحتفظ بدواوين الأولى مع كتب المدرسية وأنا طفل، وهذا الشاعر العراقي